في كل بقاع ومضامير الخليج. هناك بروق للسيد محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاجتبي المحتلة للمركز الثاني، بينما المركز الثالث السيد عتيج بالصلف الفلاسي يقدم رهف في المركز الثالث، بينما رابع المراكز تأتي في مزاحة لمحمد بن علي بن سعيد البريص المري القادم من دولة قطر الشقيقة. أظن هذا له علاقة ببن حلفان، هذا الشعار ما شاء الله تبارك الله. الترحيب بجميع الضيوف، بجميع الحاضرين، بجميع المشاركين، بإخواني كلهم هنا في المرموم. المركز الرابع الخامس، المركز الخامس اللي تحتله الشايبة للسيد مبارك بن أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. وفي سادس المراكز مشاهدينا الكرام نرى الدانة في المركز السات، وتعود ملكية الدانة للسيد أحمد بن مخيت محمد بن راشد الراشدي، بينما المركز السابع اللي تليها مباشرة عشم للسيد صالح بن حمد بن قمرة بن نابت المري القادمة من دولة قطر الشقيقة، طبعا برفقة صالح بن حمد بن هاملة في التضمير. هلا بالضيوف، هلا بالضيوف القادمين من ميدان التحدي. أيضا النقلة التالية على المركز الثامن، وتحتله مشاهدينا الاعزاء الفاتنه للسيد محمد بن حمد بن نعيف العامري، بينما المركز التاسع اللي هي احتياط للسيد راشق بن مطلق بن سلمان المرزوقي البقمي القادم من المملكه العربيه السعوديه الشقيقه. اهلا بضيوفنا من ارض الهدى وترحيبنا بجميع المشاركين. المركز العاشر توزيع للسيد ناصر بن علي بن حمد النعيمي، توزيع هذه أنا ما أدري هي ضيفة عاد ولا. على العموم نرحب بجميع الحاضرين في ميدان المرموم هذا الصباح والمنطلقين مشاهدينا الكرام. تليها في المركز العاشر، وقد تكون في المركز العاشر اللي هي العنود للسيد خالد بن سالم بن حضيرم الاشتبي. يا سلام يا سلام، مشاركة للأستاذ المعلق الأب الروحي للمعلقين وبأسماء عياله، الله يخليهم ويصلحهم ما شاء الله تبارك الله. نتمنى لك التوفيق يا أبو سعيد كونك الآن تمثل عربة التعليق في هذا المشوار. إذا الشيبة هناك يقدم مكتوم بالشيبة بن علي السبوسي اليمامة في آخر مراكزنا، وننهي نداءنا الأول في هذه اللحظات. والآن نعود إلى مقدمة هذا الشوط حيث يحمل المزيد من المفاجآت المرتقبة والمنتظرة والنتائج. يا جماعة أبو سلطان أنا أشوف فعلا يعني مثل ما قال أبو سلطان، هدوء هدوء في المراكز الثلاثة الأولية، كل واحدة يعني أخذ مكانها. شوف أبو سلطان هذا الهدوء الذي يسبق العاصفة، ذكرتنا باسم كبير يا أبو سلطان، العاصفة، العاصفة وما أدراك ما العاصفة وهجنها. تحياتنا وأشواقنا من قلوبنا وأعماقنا لهجن العاصفة وهجن سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم حفظه الله ولي عهد دبي. إذا نعود إلى مقدمة الشوط ونرى مياسة التي لا تزال على المقدمة منذ البداية لسيد سالم بن شاهين الحميدي الغفلي، ومن الجانب الآخر رهف دخلت على المركز الثاني للسيد عتيج بالصلف الفلاسي، وفي المركز الثالث بروق لصعب المضمرين محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاجتبي. والمركز الرابع مرة أخرى نرى مزاحة للسيد محمد بن علي بن سعيد البريصي المري. المركز الخامس مشاهدينا الأعزاء الشايبة لمبارك بن أحمد بن مطر الخيالي، بينما مركز رقم ستة عشم، العشم فيها طيب خاصة في هذا الشعار أيضا، لأن شعار أبو حمد السندباد شعار معروف في عالم الأصالة للسيد صالح بن حمد بن قمرة بن نابت المري، ويقدمها المضمر الشهير صالح بن حمد بن هاملة المري. تليها مشاهدينا الكرام نرى في المركز السابع الفاتنة للسيد محمد بن حمد بن عيف العامري، والمركز الثامن مشكور يا أبو حياب على التواصل توزيع لناصر بن علي بن حمد النعيمي. تاسع المراكز اللي هي الدانة للسيد أحمد بن مخيت بن محمد بن راشد الراشدي، وفي المركز العاشر عشرة
ما شاء الله. التاسع 9 والعاشر 10 و10 هي احتياط لراشد بن مطلق بن سلمان المرزوقي البقمي. القادم مشاهدينا الأعزاء من المملكة العربية السعودية الشقيقة، الآن ميادين الإمارات تأج بسن الثنايا في هذا السن الجميل. الثنايا السبق، أنا أقولكم الثنايا السبق وليست الونايا كما يقال. عندنا مثل عربي قديم يقولك الثني وني، لكن أنا اللي أشوفه أنه الثني يجيب تيم يسبق يستعرض، وهذا دليل على أنها سبق وليست ونايا. الثنايا كل التحايا لأخوان أبناء القبائل، أخوان المشاركين، مشاهدي الكرام، وتمنياتي لهم بالتوفيق خاصة في هذه الأيام المهمة الحساسة التي من خلالها يكشف يعني أوراقه المضمر وينظر إلى ما في هذا الشعار من جاهزية للختاميات. نعود إلى مقدمة الشوط. يا سلام، الصعب يسيطر، الصعب بدأ ينتظر الأخبار السارة بشعاره الجميل التي اعتاد عليها الجماهير. محمد بن سلطان بن مرخان، يا سلام يا أبو سلطان، هنا بروق، هنا بروق، بروق اللي تتبارك في المقدمة. يا سلام يا سلام، تقود هذا التجمع الكثيف والكثير واللي يعني تحملنه حوالي 20 متر. عندنا حوالي 11 ذلو أو بكرة في هذا الشوط، مجتمعات كل واحدة أخطر من الثانية، لكن بروق هي الآن من تقود هذا الشوط. السيد محمد بن سلطان بن مرخان الاشتبي، وتليها بكرة البريسي مزاحة من الجانب الآخر للسيد محمد بن علي بن سعيد البريسي المري، ضيفتنا القادمة من ميدان الشحانية في دولة قطر الشقيقة، وفيلسوف الأمتار الأخيرة، رجل الأمتار الأخيرة بشعاره الشهير على ظهر الشايبة باسم مبارك بن أحمد بن مطر بن مايد الخيالي في المركز الثالث. خذت المركز الثاني الآن، بينما المركز الرابع اللي هي عشم لصالح بن حمد بن قمرة بن نابت المري، والخامسة اللي تصل فيه الفاتنة محمد بن حمد بن نعيف العامري. المركز السادس، يا سلام، مكتوم بالشيبة بن علي السبوسي يقدم اليمامة، والمركز السابع من الجانب الآخر رهف لعتيج بالصلف بالثاني الفلاسي، والمركز السابع اللي هي احتياط لراشد بن مطلق بن سلمان المرزوقي البقومي. خطير المرزوقي، قرب قرب، ديروا بالكم على هذه البكرة ما شاء الله. المركز الثامن أو التاسع، التاسع اللي تحتل مشاهدينا الكرام مياسة لسالم بن شاهين الحميدي الغفلي، والمركز العاشر اللي هي توزيع للسيد ناصر بن علي بن حمد النعيمي. هاي توزيع قدرات ما شاء الله، مو بتوزيع البان لحد يفكر ثاني. بناخذ المركز اللي وراها، يمكن تكون 11 بالواسطة، ناخذ لنا واحدة احتياط اللي هي العلود لعبد الله بن علي بن عبد الله الفهيدة المري. كثرت أسماء الضيوف يا جماعة، ما هي الأمور؟ ماذا تجري الأمور؟ إلى أين بنا تسير القافلة؟ إلى أين؟ ما الذي حل في المقدمة؟ لا يحل شيء حتى الآن. بروق متصدرة 1800 متر على خط النهاية. بروق يا بروق، الله الله يا بروق، المسيطرة مشاهدي الكرام، المحتلة لصدارة هذا الشوط. بروق 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 مع صعب المضمرين، هذا الشعار الصعب يقود له شعارات يا جماعة أيضا لا يستهان فيها، لكن عاد هذا اللقب لما أنجزه هذا الشعار حظي بشرف هذا اللقب الجميل اللي هو صعب المضمرين. محمد سلطان بن مرخان يقود في بروق الشوط، والمسيرة كالحربة كالشلفائي كابتسام الوليدي. يا سلام، هذا الشوط الجميل الذي يبتسم لعشاق الأصالة مع المركز الثاني. يتدخل السندباد القطري وخاصة عشم صالح بن حمد بن قمرة المري، ومن هناك العنود. يا سلام، لا والله لا والله، مزاح محمد بن علي بن سعيد البريص المري 1200. أوه العصف بلطان يا جماعة. بروق بو سلطان، ركز دخيلك دخيلك، جماهير هذا الشعار
متعطشين هذه الأيام لرموزه القادمة إن شاء الله في المهرجانات المقبلة، خاصة إخواننا في مرغم. في مرغم هالمرغم يبون التحية، يبون الناموس، يبون يذكرهم بما هو. أوه بن حضيرم واصل، إلا دير بالك من بن حضيرم. يمثل الإعلام الآن، يمثل الإعلام بن حضيرم، يمثل المعلقين. ما شاء الله، تنطلق بروق مشاهدينا الأعزاء، تنطلق على الصوت، على الصوت، على التليفون. سووا لها تليفون يا جماعة. صاحبة التوقيت وين؟ في سن الإذاعة في المرموم. بيض الله وجهك يا أبو سلطان، جماهيرك يشكرونك، نحن نشكرك، ولكن ما يمنع أنك تعطينا واحدة الورش. يا الله ما شاء الله تبارك الله. ترى هذه العصابة سلطان نباها اليوم بس، فقط فقط الموسم كان ما نبغى العصا يتحرك، لأن شفنا خطر، شفنا خطر من شبات الفاتنة محمد بن حمد بن نعيم العامري، الخطير هذا، المزعج هذا، أزعج المقدم. سلام يا مرغم، سلام سلام صاحب المضمرين، تهانينا ومشكور يا أبو سلطان، تهانينا السيد محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي، نجم النجوم في المواسم والمهرجانات. تهانينا والناموس مع هذا الاسم الكبير اللي حملته بروق الى خط النهايه في المقدمه. المركز الثاني وصلت الفاتنة لمحمد بن حمد بن نعيف العامري، ثالثا السندباد القطري مع عشم صالح بن حمد بن قمره المري المركز الرابع. الله، مرحبا يا ابو سعيد، مرحبا يا ابو سعيد، خالد بن سعيد وخالد بن سالم بن سعيد بن حضير بن الاجتبي، واللي هي العنود، وتليها في المركز الخامس المزاحر السيد محمد بن علي بن سعيد البريصي المري. تهانينا للي فازوا بالمراكز الخمسة الأولى، وهناك أيضا أهني من فازوا ببقية المراكز إلى المركز العاشر. الآن التوقيت الزمني أمامنا على شاشة التلفزيون لبروق، ما شاء الله تبارك الله، اللي آنست الخطر، وعندما آنست الخطر اتصل فيها فأقلعت من الأرض ما شاء الله تبارك الله، لتصل في المركز الأول في المقدمة وتقطع المسافة 8 كيلومترات في 12 دقيقة 50 ثانية وجزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز لأبو سلطان السيد محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاجتبي. وسلام يا مرغم، سلام. المركز الثاني اللي وصلت فيه الفاتنة محمد بن حمد بن نعيف العامري، 12 دقيقة 54 ثانية وخمس أجزاء من الثانية توقيت الفاتنة. تهانينا لك يا محمد بن حمد بن نعيف العامري والناموس على هذا المستوى الراقي، وكان قدومها قوي وجميل في الأمتار الأخيرة، بينما سندباد قطر الغائب عن الأنظار بشخصيته الكريمة، لكن عاد شعار أبو حمد ما غاب، نحييه تحية طيبة من هذا الموقع على الهواء مباشرة. يا غايب عمد شوفي، لموني الناس في حبك يا أبو حمد، وقلبي عن العذل مصدوفي، يقول المغني. 12 دقيقة 58 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس للسيد صالح بن حمد بن قمر المري، والتهاني موصولة لصالح بن حمد بن هاملة المري على فوز عشم بالمركز الثالث، كما أهني جميع من وصلوا بالمراكز المتقدمة الأولى، وأحيل ميكروفون التعليق الآن للزميل القدير حمد بضبيب شامسي ليعلق على شوط القعدان الثنايا المحليات الأصايل.